بالتحديد المركز الثالث والرابع. كرة عرضية خطيرة يا عيني، السلام يا كيوكي، كيوكي يسجل هدف جميل، هدف جميل لمصلحة خوربكان. النسور يتقدمون بأول الأهداف، عبد المجيد سعيد وخوربكان يسجل هدف جميل، هدف جميل في شوط المباراة الأول بعد مرور 7 دقائق فقط. هذا اللاعب الشاب الصغير اللي اليوم يجد الفرصة، كيكويا جيسوس من يسجل هدف الأول. المعار من نادي النصر، فقط 21 عام للاعب نادي باهية. الكرة العرضية الممتازة والفينشين كان جميل بلقطة استعراضية على طريقة زلاتان، على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش، نعم سجل هدف. يعني يخسر أي أحد المدرب فتح العبيدي، وهدف التعادل جميل، هدف التعادل جميل لأحمد، أحمد اللاعب اللي كان لسه ساقط على أرضية الملعب بعد أن تعرض لإصابة. أحمد موسى المعار من نادي الفجيرة يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة جدا، وبتسديدة راحت في شباك خوربكان، أعاد الأمور مرة أخرى للتعادل الإيجابي. لسه يتألم من الإصابة لكن أصاب مرمى خوربكان بهدف التعادل، وضع الكرة في الشباك. هذه الكرة العرضية من علي مدن، المتابعة اللي كانت حاضرة وحدة استلمها بقدم وسددها بالأخرى، وراحت الكرة في شباك نادي خوربكان لتصبح النتيجة 1-1. الكرات الثابتة، هو من يحمل اسمه جونينو، جونينو يسدد يا عيني، أخذ من اسمه نصيب، أخذ من اسمه نصيب جونينو برنابو كانو، يوم سجل بالكرات الثابتة. الآن جونينو الصغير من كرة ثابتة يسجل هدف التقدم لنادي خوربكان، يسجل هدف التقدم من ضربة حرة مباشرة بطريقة رائعة جميلة جدا. هدف ثاني للنسور، والنسور تبحث عن التحليق في ختام مباريات تحديد المراكز، لكن جونينو، جونينو أخذ من اسمه نصيب، أخذ من اسمه نصيب هذا اللاعب. شوف الكرة، التدخل اللي كان موجود على دودو، والكرة الثابتة جونينو، جونينو يا ما سجل جونينو أهداف بطريقة جميلة. لكن جونينو المشهور نجم نادي ليون والمنتخب البرازيلي اللي يا ما سجل من كرات ثابتة، وأعظم لاعب سجل من كرات ثابتة النجم البرازيلي. الآن جونينو اسم شاب صغير يحمل اسمه، ويستحق أن يطلق عليه جونينو بعد هذا الهدف الجميل من كل أحمد موسى، أحمد موسى، أحمد موسى، هيا أحمد موسى، والتسديد، هدف التعادل، هدف التعادل. يأتي فالنسيا، فالنسيا البديل هو من يسجل، لكن العمل كان عن طريق اللاعب أحمد موسى اللي راوغ ومهد الكرة للاعب الكولومبي رونالد ستيفن فالنسيا، يسجل هدف التعادل لتصبح النتيجة الآن 1-1 أو 2-2 عفوا، 2-2 في شوط المباراة الأول، 1-1 في شوط المباراة الثاني. سجل نادي خوربكان وعادل نادي العروبة بهذه الكيفية. أحمد موسى يمهد، واللاعب رونالد فالنسيا يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة.